بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الجمع الكريم المبارك الذي اجتمع بالله وعلى الله وفي الله. اجتمعنا على مائدة القرآن، على أكرم مائدة وهي مائدة الله ومأدبة الله للناس، وهي مائدة القرآن. وصراحة نحيي الإخوة المنظمين لهذه الأمسية والضيوف الكرام، والأخ أحرجنا يريد صوت صفير البلبل. هذه القصيدة ما بقيتش بغي نقول، وليت معروف بها، لدرجة أن من الطرائف كانت عندنا واحد الزيارة للسجن، السجن ديال عين البرجة في الدار البيضاء. فاتفقت أنا والمشرفة الاجتماعية، قلت لها ودي غنقول لهم واحد القصيدة، واللي هذه القصيدة حفظها قالت لي نوعدك أنني ندير لي واحد الإفراج مشروط ديال حسن السيرة والسلوك. فدوك السجناء بشطرتهم، قلت لهم ودي كان شي 400 سجين، قلت لهم نقول لكم واحد القصيدة، واللي حفظ هذه القصيدة عنده إفراج مشروط. ولكن قالت لي ديك المشرفة عندك شي واحد يكون حافظها؟ يا ودي دابا اللي حفظها جدا جدا السجن هذا. فقلت القصيدة ومساكن متبعين معايا، ولكن ملي وصلنا للطبطبة لي صافي. الأخ قولا أحببت أن أنبه على بعض الأخ أخونا المقدم جزاه الله خيرا، روى حديث المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأطر الجريح وطيب وطعمه طيب، ثم قال عقب الحديث رواه الخمسة. أنا ما عرفتش واش واحد سميته الخمسة ولا الخمسة، ينبغي أن يبين لنا الخمسة. يقول هذا اصطلاح العلماء المحدثون، يقول الخمسة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي إلا ابن ماجه فيخرجونه، هو إذا قالوا الستة فأدخلوا ابن ماجه. هذه اصطلاحات المحدثين، كما اصطلحوا على البخاري ببخ في بعض كتبهم، يقولون بخ أي رواه البخاري في الأدب المفرد كتاب، وإذا قالوا بخ خاء رواه البخاري في صحيحه، وإذا قالوا هق رواه البيهقي في السنن الكبرى، وإذا قالوا هب رواه البيهقي في شعب الإيمان. فهذه اصطلاحات للعلماء. القصيدة والله ما عرفش نقولها ولا لا، القصيدة نقدم لها بمقدمة أن هذا النظم والشعر هو من خصائص هذه اللغة، وهو مما حفظ الله تعالى به هذا القرآن الكريم، هذه اللغة العربية. فهذا الشعر وهذا النظم تعددت أغراضه، فمن أغراضه الفخر، كما قال المتنبي أن الذي نظر الأعمى إلى شعري وأسمعت كلماتي من به صمم، وقال في الفخر كذلك وإني وإن لمت حاسدي فما أنكر أني عقوبة له. بل المتنبي من أسباب قتله قصيدة قالها، قال ما أنصف القوم طب وأمه الطرطبة، وإنما قلت ما قلت شفقة لا محبة، فكانت من أسباب قتله. ثم نظموا حتى في الأطعمة، فقالوا والأصل في الأخباز أن تكسر، وجوزوا التغميس إذ لا ضرارة، لكن إذا كان الطعام بصارة، أما إذا كان الطعام كسكسا فكل من أخره فقد أسى. أما رؤوس الغنم مشوية في السوق قد عمت بها البنية، طير إن يموت بلا ذكاة فبيضه يحرم بالوفاة. نظموا حتى في، وهذا حكم، نظموا حتى في الشاي، فقالوا وشربوه على الشواء والكباب، يفتح للصحة منه ألف باب ومنه، وأخذ يعدد فيه. حتى نظموا في اللغة الفرنسية، فقالوا للاسم قل لو نو وللفعل لو فيرب، كزيد الفا معناه زيد قد ذهب، الرأس طيط الأنف ني والعنق كو، وإن أردت كثرة فقل بكو. ونظموا حتى في، نظموا حتى في الإنجليزية، وذكر المتنبي بأعقد بيت، ذكر المتنبي يمدح عضد الدولة، فقال فلا يكنى كفن خصر مسمي ولا يكنى كفن خصر كان. هذا بلغة ترجم، هذا ترجم. فقصيدتنا شيء القصيدة
ما الشيء. فصوت صفير البلبل هي قصيدة للإمام الأصمعي أبو قريب، عالم من علماء اللغة، له مؤلفات، له أجزاء في أسماء الحيوانات، وأثر عنه أشياء كثيرة من علوم اللغة. وجد في العصر العباسي الذي هو عصر أبو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور يعني عمل مسابقة أن من نظم قصيدة لم ينسج على منوالها، أي لم يقلها أحد، يعطيه وزنها ذهب. فأبو جعفر المنصور لما كثر الشعراء يعني صنع لهم هذه المسابقة. لكن أبو جعفر المنصور معروف بقوة حافظته وبذاكرته القوية، وعنده جارية وعنده غلام. الجارية تحفظ القصيدة من أول مرة، وإن شاء الله في هذا الجمع من حفظها فله جائزة إن شاء الله مادية من المسير. ها هو من الصباح هو تيورط لنا في الحضور، تحنو نورطو اليوم. هو له جائزة مادية ثمينة، لأن الجوائز قسمان، مادية ومعنوية. المعنوية شكرا، لكن حنا بغيناها مادية، وتكون إن شاء الله تكون نحدو لها شي 500 درهم. فهذه القصيدة، فأبو جعفر المنصور يخبئ جارية يخبئها وراء الستار، ويخبئ كذلك الغلام يحفظ القصيدة من مرتين، والخليفة يحفظ القصيدة من ثلاث مرات. فيأتي الشاعر يقول القصيدة، فيقول له أبو جعفر هذه القصيدة قد قيلت. يقول ومن قالها؟ يقول قالتها جارية. أخرجي أيتها الجارية فتقول القصيدة. فيرجع إلى بيت، وحتى يزداد حسرة يخرج له الغلام فيقولها، ثم يقولها الخليفة. فاجتمع الشعراء في حزن وكمد، فجاء أبو قريب الأصمعي قال ما لكم؟ قالوا ننظم القصيدة بالليل فنأتي في الصباح ثلاثة يقولونها. قال سوف أكفيكم الخليفة. فذهب وتلثم ونقش القصيدة على رخام. نقش على رخام لماذا؟ لأن وزنها ذهب. نقشها على رخام وتلثم، وجاء ودخل على أبو جعفر المنصور فقال إني من شعراء أعراب الموصل، نظمت قصيدة وجئت أقولها بين يديكم. فقال قل. وهو كعادته قد خبأ من؟ الجارية والغلام. فقال بسم الله الرحمن الرحيم، صوت صفير البلبل هيج قلب الثمين، الماء والزهر مع زهر لحظ المقال، وأنت يا سيدني وسيدي ومولاي فكم تيملي، غزيل عقيقاني قطفته من وجنة من لحظ لثم الخجل، فقال لا 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 وقد غدا مهرولي، والخذ مال الطربا من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت ولي ولي يا ويلني، فقلت لا تولولي وبيني اللؤلؤلي. قالت له حين كذا انهض وجد بالنقل، وفتية سقونني قهوة كالحسلال، شممتها بأنف أزكى من القرنفل، في وصف بستان الحلي بالزهر والسرور، والعود دن دن دنلي، والطبل طب طب طبلي، طب 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 طبلي. فاعتدل الخليفة في جلسته، كان متكئا فجلس، والرقص قد طاب إلي شوو شوو، وشاهش على ورق سفرجلي، وغرد القمر يصيح ملل في ملالي، ولو تراني راكبا على حمار أهدالي، يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي، والناس ترجمجمني في السوق بالقلقللي، والكل كعكع كعكع خلفي ومن حويللي، لكن مشيت هاربا من خشية العقنقلي، إلى لقاء ملك معظم مبجلي، يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدمالي، أجر فيها ماشيا مبغددا للديالي، أنا الأديب الألماعي من حي أرض الموصلي، نظمت قطعا زخرفة يعجز عنها الأدمولي، أقول في مطلعها صوت صفير البلبل. فالخليفة كما يقولون بالدارجة مش دول، يعني أمر صعب. فقال
هذه القصيدة قد قالتها جارية. أيتها الجارية خرجي. فخرجت الجارية ترتجف، قالت والله ما سمعتها قط. ثم خرج الغلام هاربا، فقال أرنا ما كتبت علينا. قال نقشته على رخام وهو على ظهر الدابة، أرسل معي جنودك يحملونه. فجاءوا به فوزنوه فأخذ كل بيت المال. فقال عد وأمط اللثام، فإذا هو الأصمعي. قال ليست مسابقتنا معك. وانتهت القصة على هذا، على أن يعطي الشعراء على قولهم والسلام عليكم ورحمة الله.